ولمتابعة آخر التطورات في التظاهرات العارمة التي تشهدها مناطق كردستان العراق، يسرنا أن يكون معنا في هذه المتابعة الخاصة كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ومن اسطنبول، الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي. أبدأ معك أستاذ شاهو، التظاهرات طلبة كردستان العراق كشفت عن أو إلى أين ستمضي في المرحلة المقبلة؟ تحياتي، مرحبا بكم وبالضيف الكريم والمشاهدين الكرام. حقيقة التظاهرات التي بدأت في السليمانية والآن امتدت إلى مناطق أخرى في إقليم كردستان العراق هي مطالبات تتضمن مطالبات بأدنى الحقوق التي يتطلب أن تقوم الحكومة بالاستجابة لها للطلاب، وهي المخصصات الشهرية لهؤلاء الطلاب الذين تم قطعها بسبب بحجة الأزمة المالية، ولكن على الرغم من تحسن الوضع المالي لم يتم إعادتها واستئنافها، وبالتالي الطلاب يعيشون في حالة من الفقر، من حالة من الأزمات المالية والمشاكل المالية. هذه المخصصات كانت تفيدهم يعني بكثير من الأمر رغم أنها مبالغ قليلة، ولكن للأسف لم يكن هناك استجابات من قبل حكومة الإقليم لصرف هذه المخصصات بسبب للأسف انشغال المسؤولين بالجامعات الخاصة التابعة لهم، انشغالهم بمصالحهم الخاصة، وبالتالي انعزلوا تماما عن مشاكل الطلاب في الجامعات الحكومية، ولم يعد يعرفون ما هي أزمات الطالب وكيف يمكن الاستجابة لهذه المطالب، وبالتالي تراكمت المشاكل خلال الفترة الماضية، وتراكمت أيضا الخدمات، يعني نسبة الخدمات في داخل الجامعات إلى أن وصل إلى أن ينفجر بهذه الطريقة، ويخرج الآلاف من الطلاب ليطالبوا بالعودة هذه المخصصات، وبالتالي مطالبهم مطالب واضحة، لا يطلبون بتغيير النظام ولا إسقاطه، ولا يطلبون بمطالب سياسية، مطالبهم خدمية، ومن الواجب على الحكومة أن يستجيب لهذه المطالب بأقصى سرعة. نعم أستاذ شاهو، عبر سكايب انضم إلينا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله. دكتور، هل ما يجري في شمال العراق اليوم عموما من تظاهرات عارمة له علاقة بطريقة ما بحراك تشرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حييك أخي الكريم وحيي ضيفك الكريم الأخ شاهو. حياك الله. الحقيقة ما يجري في العراق كله هو ينبع من نفس الرحم، رحم المعاناة والضيم والقهر والظلم الذي تعرض له العراق طوال 18 سنة. أهل العراق بأكرادهم بعربهم بسنتهم بشيعتهم بتركمانهم بكل فئاتهم يتعرضون لظلم شديد حقيقة. طوال هذه السنوات كل الحكومات المحلية والحكومة المركزية كلها حكومات يعني ربما يعني يصلح عليها وصف كرتوني حقيقة، كلها متهمة بالفساد، متهمة بالخراب، متهمة بإهمال طلبات الناس، بعدم مراعاة مشاعر المواطنين، وبالتالي الاحتجاجات، خروج التظاهرات شيء طبيعي صار في العراق. لكن هم يعتقدون، كل هذه الحكومات تعتقد أن السكوت عن كل ما يحصل في العراق ممكن إذا ما كانت هناك قوات أمن في الشارع وهراوات وغاز مسيل الدموع. هذا لا يمنع المتظاهرين، هذا لا يمنع الشباب يقدمون دماءهم، يقدمون أرواحهم، أهل العراق كردا عربا أي كانوا يقدمون كل شيء من أجل حقوقهم، من أجل مطالبهم، من أجل العدالة، من أجل حياة مستقرة وطبيعية. ما حصل في السليمانية هي مطالبات كانت بسيطة الحقيقة، وهي كل التظاهرات كل الاحتجاجات تبدأ هكذا، بدأها طلبة يعني يمكن ربما المعهد التقني أو هكذا اسمه، المطالبة بالمخصصات، وهذه المخصصات قطعت عنهم من عام 2014. وزارة التعليم هناك تقول أنه مو إحنا المسؤولين، الحكومة مسؤولة، حكومة الإقليم، ما يسمى حكومة الإقليم مسؤولة عن هذا بسبب تردي الأوضاع. لكن الأوضاع تحسنت، برميل النفط بعد ما كان ب 20 دولار و 40 دولار الآن صار ب 80 دولار، والامور تغيرت، التفاهمات مع حكومه بغداد ماشيه بطريقه، بالتالي الامور الاقتصاديه في تحسن، لكن وضع الناس على ما هو عليه
يعانون من ضيم، يعانون من فقر، يعانون من أشياء كثيرة، والطلبة عماد كل مستقبل، كل مستقبل في أي بلد يعتمد على الطلبة، يعتمد على الشباب، وهؤلاء الشباب إذا ما ثاروا ممكن أن يثيروا كل شيء. لذلك التظاهرات اليوم انتقلت إلى مناطق أخرى وارتفع سقف مطالبها، من المطالب بالمخصصات الآن بدأت مطالب سياسية الآن يعني مع أني يعني أحترم أستاذ شاهو وأعرف معلوماته دقيقة، لكن المطالب الآن ربما تطورت إلى المطالبة برأس النظام في ما يسمى الإقليم في الشمال، فبالتالي المطالب تطورت والناس في ضيم. أستاذ شاهو، يعني الدكتور رافع يقول أن المطالب قد تصاعدت، هل هذه التظاهرات كشفت أن الفساد الذي في كردستان العراق هو ابن للفساد الحكومي العام الذي يفتك بالعراق منذ عام 2003 وحتى اليوم ليصل الحال كما وصف الدكتور رافع الفلاحي الآن؟ طبعا بوجود الإعمار والأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق مقارنة بالمحافظات الأخرى لا يعني أن الشفافية تحققت وأن هناك توزيع عادل للثروات وأن لا مشاكل للمواطنين. يعني موضوع الهجرة فتحت الباب أمام هذا الموضوع بأن هناك خلل في البنية السياسية وأيضا ومشاكل تدفع المواطنين للهروب، أكثر من 30,000 شخص في عام واحد. الآن هذه الاحتجاجات أيضا تؤكد أن الإعمار وحده لا يدل على أن هناك توفير للخدمات للمواطنين وخاصة في الشرائح المتوسطة أو الفقيرة، كما يقول السيد المسيح بالخبز وحده لا يحيا الإنسان، وأيضا بالإعمار وحده لا يحيا الإنسان. الآن هناك أزمة حقيقية، هناك عدم استجابة لمطالب المواطنين وخاصة شريحة الطلاب الذين يعول عليهم مستقبلا. يعني للأسف عندما ترى أن الأزمات التي كانت موجودة في 2014 الآن كلها انتهى، ظهور داعش الآن انتهى، داعش وهم أعلنوا الانتصار عنها، الأمر الآخر قطع بغداد حصة الإقليم الآن مستأنفة هذا الأمر، أيضا هناك إيرادات داخلية وإيرادات المنافذ الحدودية أيضا تضاعفت باعترافهم، أيضا بيع النفط مستمر، إذا الأسباب التي دفعتهم للقطع انتفت. فلماذا لا يتم استئناف هذه المخصصات، وخاصة أننا نرى أن الأزمة المالية لا يتأثر بها الأحزاب الحاكمة. يعني نرى مثلا القنوات الإعلامية أكثر من 20 قناة إعلامية تابعة للحزبين، لم يتأثر إحداهما ولم يلجأ إلى القطع القناة أو إغلاق القناة بسبب أزمة مالية. فما هي هذه الأزمة التي تؤثر فقط على الفقراء ولا تؤثر على الطبقة السياسية؟ اليوم مثلا نائب برلماني يتحدث عن يقول أكثر من 600 شخصية سياسية وأمنية اشتروا جناسي دومينيكا وجناسي أوروبية بأموال الشعب، لماذا الأموال موجودة لهذه الطبقة وليست موجودة لطبقة الشرائح الفقيرة والطبقة العادية من المواطنين؟ إذن هذا يظهر أن هناك خلل حقيقي يستوجب تدخل حقيقي جذري إصلاحي، وأن شعارات حرية الرأي والديمقراطية والتوزيع العادل للثروات لم تترجم إلى أرض الواقع إلى أفعال حقيقية، وهذا ما يدفع الطلاب اليوم إلى الخروج والمطالبة بحقوقهم. لماذا؟ إذا شعر الطالب أن الجميع يعاني فهو سوف يصبر، ولكن الآن يشعر أن هناك أبناء مسؤولين لديهم جامعات خاصة، يعني لن يشعروا بآلام هؤلاء الطلاب، لن يشعروا بآلام الفقراء الذي خرج ليطلب ب50,000 أو 100,000، يعني هذا المبلغ مبلغ قليل جدا وليس يعني لا يستجيب لحاجته، حتى يمكن لا يكفي للنقل، مجرد النقل لا يكفي. وبالتالي هناك أزمة حقيقية، هناك عدم شعور بمشاعر أو بآلام المواطنين، ونتيجة لذلك انفجر الوضع كما نراها اليوم. دكتور رافع، هل تتوقع أن السلطة في كردستان العراق ستعمد إلى نفس الطريقة التي اتخذتها حكومة بغداد في قمع تظاهرات الطلبة كما جرى في العاصمة وباقي المحافظات العراقية؟ كل الأخبار تشير أخي الكريم الآن إلى أنها تنتهج نفس النهج. يعني الآن قوات الأمن تجرد الطلاب من ملابسهم، تستخدم العصي، الهراوات، الغاز المسيل للدموع، الرصاص يعني في جولة تخويفهم، سقطوا بعض الجرحى، ربما سيسقط بعض الشهداء. هذا كله يعيدنا مرة أخرى إلى الوضع، لماذا تنفجر الأوضاع بهذا الشكل؟ لذلك أنا قلت في البداية، قلت أن سقف المطالب قد ارتفع، وكنت أريد أن أتحدث مثلا وأتى على ذكرها الأخ شاهو عن الذين هاجروا إلى بيلاروسيا
وبولندا على الحدود، غالبيتهم من الأكراد، من الأخوة الأكراد، عوائل كردية شريفة عراقية، يعني خرجوا في على شاشات الكثير من الفضائيات. كانوا يسألونهم، والشباب يعني شباب بعمر الورد، كانوا يسألونهم لماذا هاجرت، لماذا ذهبت، يعني أنت خرجت من الموت إلى الموت، أنت تذهب في رحلة، يعني رحلة غريبة عجيبة، الموت ينتظرك على الحدود. وهؤلاء في بيلاروسيا وفي بولونيا يتعاملون مع الناس في بطريقة فجة وطريقة قتل وإرهاب. لماذا تتحملون هذا؟ قالوا بسبب الأوضاع الاقتصادية. الكل يتحدث عن الوضع الاقتصادي، إذن هناك خلل كبير في الوضع الاقتصادي. أنت تبني عمارات، تعبي الطريق، هذا لا يعني شيئا. أنت كم هي وارداتك؟ قد وارداتك؟ وهل تساوي هذه العمارات التي تبنيها وهذه الشوارع التي تبلطها ما يأتيك من أموال؟ وبالتالي الشعب في جوع وفي وضع سيء، تردي اقتصادي، ارتفاع بالأسعار، غلاء، فساد، نهب، هذا كله الآن يظهر. وبالتالي أي شرارة ستؤدي بتدفع إلى الشباب، الشباب هؤلاء طلبة الجامعات ومن الشباب عماد كل مجتمع في الدنيا، سيدفعون كل القوى الشعبية لأن تقف معهم، لأن كل الناس في ضيم الآن، عوائلهم، عوائل هؤلاء الشباب معهم، سيقفون معهم وسيدعمونهم. وبالتالي هذه ليست التظاهرات الأولى. طيب أستاذ شاهو، خرجت تظاهرات كثيرة في الشمال بسبب نفس الأوضاع. نعم أستاذ شاهو، يعني إلى هذا الحد مطالب الطلبة صعبة ومستحيلة التنفيذ حتى لا تستجيب لها السلطات؟ هنا المشكلة الحقيقية، أنه لا لصانع القرار سواء الحزبي أو الحكومي يشعر أنه إذا استجاب لهذه المطالب فإنه الشعب سيتمادى ويطالب بحقوق أخرى، وإلا هذه يعني هي أبسط الحقوق كما قلنا، يعني هي فقط لا توفر للطالب يعني أجور النقل من القسم الداخلي حتى الجامعة، يعني حتى هذا لا يكفي. يعني نحن نعلم أن هناك غلاء أيضا، وهناك رغم الغلاء هم يطالبون أيضا بنفس المبلغ لا أقل ولا أكثر. من السهل جدا الاستجابة لهذه المطالب، ومن السهل جدا توفيرها، لأننا يوميا يعني قبل أيام تم صرف أكثر من مليار دينار على مهرجان سينمائي. يعني هل المهرجانات السينمائية والمحاولة تجميل الواقع ومحاولة إعطاء صورة مختلفة أولى أم الاهتمام بالجيل الذي سيبني المستقبل؟ للأسف هؤلاء ليس لديهم أي اهتمام أو تفكير بالجيل المستقبل الذي يجب أن يبني البلاد، ولذلك يزرعون اليأس. يعني اليأس من أين جاء؟ يعني نحن إذا سألنا أسباب الهجرة والآن أسباب الخروج، هناك يأس من المنظومة التعليمية. دعني أتوقف عند هذه النقطة، اليأس. يعني دكتور رافع، بهذه الكلمة التي توقف عندها الأستاذ شاهو، هل تتوقع أن تنضم شرائح أخرى غير الطلبة في هذه التظاهرات في كردستان العراق؟ بالتأكيد هؤلاء الشباب، هؤلاء الطلبة، طلبة الجامعات، طلبة الثانويات، هؤلاء لم يخرجوا يعني مثل ما يقال من شق الحائط. هؤلاء خرجوا من بيوت، لديهم بيوت، لديهم آباء وأمهات وأخوة وأخوات وأصدقاء ومجتمع يحتويهم. هذا كل المجتمع من البيت إلى الجامعة إلى المدرسة إلى الشارع كله معهم، يعاني نفس المعاناة. الشعب يعاني، ومعاناة الشعوب هذه لا يستطيع أحد أن يقف أمامها إذا ما يعني خرجت الجموع تطالب بشكل وبإرادة قوية، طالب بحقوقها. وهنا يكمن غباء كل السلطات عندما تتعامل مع هذه التظاهرات بالقسرية، بالقتل، بالترهيب، بمحاولة القمع. هذه لن تؤدي إلى نتيجة، ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع، إلى توسع التظاهرات، إلى ارتفاع سقف المطالب، سيؤدي الانتفاضة، ستؤدي إلى الاحتجاجات إلى انتفاضة وإلى ثورة شعبية. هذا كله مؤقت، العراق كله مثل قنبلة يعني رفع صمام الأمان منها، وبالتالي العراق ممكن أن ينفجر كله، وما يحدث في بغداد ينعكس على أربيل وينعكس على سليمانية وينعكس على دهوك، وما يحدث هناك ينعكس على باقي المدن العراق. وبالتالي شعب العراق كل واحد وكله يعاني نفس الظروف، نفس في الجنوب وفي الوسط يتحدثون عن الطائفية، وأحزاب السلطة تتحدث عن الطائفية بطريقة فجة وطريقة معيبة لكي تضمن بقائها على الكراسي. هناك في الشمال ربما يتحدثون عن الاستقلال،
وهذه يعني فكرة مثل أحلام العصافير. الناس لا تتحدث عن الاستقلال بقدر ما تتحدث عن كرامة في الحياة، عن عيشة هانئة، عن استقرار، عن أمن وأمان. الآن أنت فكر في بناء الإنسان، في بناء مجتمعك، في توفير كل الخدمات للناس، اخدم الناس، أنت مسؤول خادم للناس، ولست يعني هذا تكريم لك لكي يعني تمتلك الأموال وأولادك يدرسون في أحسن الجامعات وتعيش في بحبوحة والناس تعيش في سوء. هذا الفكر الكسيح هو الذي يؤدي إلى خروج الشعوب بهذه الطريقة ويقلبون الطاولة على كل الحكام، هذا واقع الحال. نعم أستاذ شاهو، هل تظاهرات الطلبة كشفت عن واقع أكثر صعوبة وتعقيد في كردستان العراق؟ طبعا كشفت أمر مهم، وهو الشعارات التي ترفع بتقديس الحرية ودعم الديمقراطية. وأيضا عندما كان هناك تظاهرات في باقي المحافظات سمعنا صناع الرأي في إقليم كردستان ينددون باستخدام العنف، بينما اليوم أصبحوا صامتين عن العنف الذي يستخدم ضد الطلبة. للأسف الشعارات الحزبية الكثيرة بدعم وتقوية الديمقراطية والتسويق لأنفسهم أمام الأجانب بأنهم رعاة الديمقراطية وحرية الرأي، هذه كلها تم نسفها عن طريق هذا التعامل القمعي. يعني لماذا يتم استخدام قنابل مسيلة للدموع ضد طلبة، ضد شعب يعني تاريخه كلها يعني يسيل الدموع؟ يعني لماذا يستخدم هذا النوع من العنف ضد طلبة لا يمتلكون إلا القلم، ولم يرفعوا أي شعارات عنفية، ولم يتخذوا العنف؟ يعني هذه الممارسات للأسف يؤكد أن الشعارات هي مجرد حبر على ورق، وأنه لا يوجد أي تطبيق فعلي. يعني حتى لو كان هناك فروقات نسبية بين إقليم كردستان العراق وبين باقي المحافظات، إلا أنه للأسف هذا التعامل، هذا النوع من التعامل يعطي نظرة سلبية على وضع حقوق الإنسان، على حرية الرأي، وخاصة أن هذه الطبقة يعني معروفة أنها هي طبقة الجامعات، الطبقة الأكاديمية، الطبقة التي لا تخرج إلا إذا كانت لمطالبة بحقوقها المشروعة، ولا تلجأ إلا العنف، لأنها طبقة دارسة، طبقة متعلمة، وبالتالي هذا التعامل معها سوف يعطي انطباعات سلبية لإقليم كردستان العراق، وأيضا يؤكد أن الشعارات المرفوعة من قبل الأحزاب السياسية هي مجرد شعارات لتجميل الواقع وليس إرادة حقيقية. يتم احترام الآراء ويتم احترام التظاهرات ويتم تقديسها ويتم أيضا حماية المتظاهرين بدل قمعهم ومحاولة التخلص من هذا الحراك، لأنه إذا لم يتم قطع الأسباب التي دفعت هؤلاء الطلاب إلى الخروج، يعني قطع الأسباب الإدارية والسياسية والمالية وإنهاء الفساد، فإنهم سيخرجون مرة أخرى حتى لو تم قمع الحراك في هذا التوقيت. نعم دكتور رافع، إذا ما مضت الأمور على الوضع في العراق من نية قوى العملية السياسية على إعادة إنتاج المحاصصة من جديد، هل سنرى ثورة شعبية عراقية عارمة لا تقتصر على رقعة جغرافية بعينها بل تشمل كل العراق؟ لاحظ أخي الكريم، يعني منذ عام 2003 لحد الآن كلما بني في العراق من السلطات، وأنا يعني لا أقتصر في الحديث عن يعني عن منطقة دون أخرى، أنا أتحدث من شمال العراق إلى جنوبه، من المدن الشمالية دهوك وسليمانية وأربيل ونزول الموصل وصولا إلى البصرة، شمالا وغربا، كل السلطات التي بنيت على أرض متحركة. الحقيقة هذا النظام، هذا الإطار، إطار السلطة التي بني بعد 2003 بني على أرض متحركة غير ثابتة. كل هم السلطات التي سيطرت على كل الأماكن، الأحزاب هذه والقوى سواء في الشمال أو في الجنوب في الوسط، كل هذه الأحزاب كان همها تتقاسم المكاسب، ولم تفكر في الشعب. الشعب هذا الذي يعاني القهر، يعاني الضيم، يعاني الأذى من سنوات، من عقود عديدة، وبالتالي نفس الحالة تكررت. الناس تتغير، الناس لا تقبل بهذا الضيم سواء بالشمال في الجنوب في كل مكان. لذلك هم بعقولهم الكسيحة يحاولون إنتاج نفس يعني تدوير نفس المصيبة، نفس الوجوه، نفس الأوضاع السيئة، يعاد تدويرها لإنتاج نفس المنظومة، للحفاظ على نفس المنظومة، وهذه كارثة كبيرة الحقيقة. يجب أن يعون أنهم في خطأ كبير، وأن هذه الشعوب لا يمكن أن تسكت، يعني الشعب العراقي لا يمكن أن يسكت، بكردة بعربة، بالتالي الناس تطالب بحياتها، تطالب فرصة بالحياة، بحياة كريمة،
بحياة لا يهاجر بها ابنهم، لا يرمي ابنهم نفسه في بحار في بحر الأبيض المتوسط في هذه القوارب المطاطية وفي قبر البحر الأبيض المتوسط أو على الحدود، وآخرها مثال بيلاروسيا وبولندا، هذه الحدود التي أصبحت مقبرة للعراقيين ولغيرهم. هذه الناس يعني وصلت إلى حالة لا تقبل بهذا الوضع. أنت يجب أن تحسن وضعك الاقتصادي، أنت دولة غنية، دولة بها إمكانيات، بها شباب، بها عقول، بها قدرات، أنت ليش تعتمد على الآخرين؟ لماذا ترهن إرادتك إلى الآخرين؟ لماذا تسرق وتفسد وخراب و18 سنة من الخراب؟ تبني لي كم بناية هنا وتعمر لي كم طريق وتسوي لي جسر واهي، ويجب أن أقتنع وتحدثني عن أحلام غريبة عجيبة طائفية واستقلال وغيرها ويجب أن أسكت؟ لا يسكت، لا تسكت الناس، الناس تريد حياة كريمة، حياة حرة كريمة مستقلة، فيها ديمقراطية حقيقية، فيها حرية حقيقية، فيها كرامة متوفرة وعالية، فيها رؤية واحدة، فيها هوية واحدة جامعة. هذا الذي يريده الناس. أما أن تقطع من هنا وتسرق من هناك وهذا أفضل من ذاك وتميز بين الناس، هذا لن يقبل. وإذا ما مثل ما قال أخشاه، يعني حتى إذا استطاعوا أن يقمعوا الآن الانتفاضة، هذه الاحتجاجات ستخرج مرة أخرى وستخرج مرة أخرى، وبالتالي هذه الموجات الصغيرة ستكبر وتكون موجة كبيرة تضربهم جميعا وتزيلهم من الوجود. هذا واقع الحال. إن لم يتدارك الأمر، إن لم يفكروا بشكل منطقي، إن لم يعيدوا للشعب حقوقه، أنت تسرق حقوق الشعب وتريد من الشعب أن يستكين ويقبل، هذه غير مسموح بها الآن. نعم، شكرا جزيلا، كنتم معنا عبر سكايب الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في هذه التغطية والمتابعة الخاصة. ومن اسطنبول الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.